طيب هنتكلم مع حضراتكم بالتاكيد على يعني مشوار منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه، وانا عارف بالتاكيد على مدار اسبوع الناس كلها هتبدا تتكلم على الاحصائيات، منتخبنا فاز بكم مره كاس الامم، مين الهداف التاريخي لبطولات كاس الامم، مين اللي صاحب الرصيد الاعلى من المشاركات في كاس الامم الافريقيه، وكمان الكل هيبدا يتكلم عن المنتخبات المرشحه للبطوله. قبل كل ده بالتاكيد نستعرض مع بعض جدول مباريات منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية، عشان من النهاردة أنا عارف كل واحد هيبدأ بقى يكتب في الكشكول بتاعه ترتيب المباريات وجدول المباريات وإمتى تبدأ الماتشات. منتخبنا الوطني هيلعب في اليوم التالي للقاء الافتتاح يوم الأحد المقبل زي بكرة إن شاء الله 14 يناير. اللقاء هيكون مع منتخب موزمبيق الساعة 7 بتوقيت القاهرة. ده جدول مباريات منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية. المباريات كلها على فكرة يا جماعة هتبقى الساعة 4 7 10، يعني في اليوم هيكون فيه 3 مباريات، لكن مباراة منتخبنا المباراة الأولى والجولة الأولى مع موزمبيق يوم الأحد 14 يناير الساعة 7. الجولة الثانية هتكون يوم 18 يناير، يوم 18 يناير يوم الخميس مع منتخب غانا، المباراة هتكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. دي المباراة الثانية في الجولة الثانية من المجموعة الثانية. طيب نروح للمباراة الثالثة، هنلعب مع كاف فيردي الرأس الأخضر يوم 22 يناير يوم الاثنين الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. إذن ترتيب المباريات حد خميس اثنين، يعني أعتقد المعدل ما بين كل مباراة والتانية 4 أيام، وده معدل جيد جدا في التحضير لمباريات منتخبنا في ترتيب المجموعة. وأنا شايف الترتيب يعني ترتيب جيد جدا، أعتقد هيكون لروي فيتوريا والجهاز الفني المباراة الأولى مع موزمبيق، أعتقد دي أهم مباراة في البطولة. ليه؟ هي ضربة البداية، لازم تكسب الثلاث نقاط عشان المنافسة، لأنك داخل مع منتخب غانا اللي بينافسك على الصدارة، والمباراة الثانية مع غانا بالتأكيد هتكون مباراة الصدارة، فلازم تعمل نتيجة جيدة في اللقاء الأول عشان تنافس على صدارة المجموعة. المنافسة على الصدارة مهمة عشان تفضل في أبيدجان، ما تنتقلش للمدن الأخرى سواء أماسوكر أو أموكو أو حتى سان بيدرو، لأن المدن بالتأكيد زي ما شرحت قبل كده فيها مشاكل في الإقامة والإعاشة. طيب نروح للهدافين، أو نروح قصدي لقائمة المنتخب. طيب نبدا مع بعض بالهدافين، الهدافين اللي احرزوا اكبر اهداف في كاس الامم الافريقيه. البدايه مع صامويل ايتو من الكاميرون احرز 18 هدف، يليق في الترتيب الثاني من الكوت ديفوار بوكو لورنت 14 هدف، يليق رشيد ياكيني 13 هدف، ثم حسن الشاذلي المرحوم حسن الشاذلي 12 هدف، ثم ديدي دروكبا 11 هدف، والكابتن حسام حسن وباتريك كمبوما 11 هدف. ده ترتيب الهدافين في كل مباريات كأس الأمم. طيب المشاركة التاريخية، منتخب مصر خد كأس الأمم الإفريقية 7 مرات، تليها الكاميرون 5 مرات، غانا 4 مرات، نيجيريا 3 مرات، وبالتالي منتخبنا الوطني صاحب الرصيد الأعلى من الحصول على كأس الأمم الإفريقية، والكوت ديفوار المستضيفة واخدة البطولة مرتين زيها زي الجزائر والكونغو الديمقراطية. دي مجموعة من الإحصائيات كده سريعة عن المشاركة التاريخية لمنتخبنا الوطني والرصيد الأعلى من الهدافين ومشاركات منتخبنا من ناحية الفوز بالبطولات.